qu'il y a sur le Roseland, donc c'est connu. Donc là, ça. D'un hôpital à l'ouest algérien. L'occasion de nous parler de choses, de comportement de l'être humain. De... طلبت من وزارة الصحة تخصيص هذا اليوم، والهدف منه هو دراسة إشكالية ليس بالمفهوم التقليلي للمسألة، وإنما بالمفهوم العملي للمسألة، كيف يمكن التكفل بالأمراض العقلية بصفتها مرض كبقية الأمراض. المسألة التي تطرح اليوم، ما هي نسبة التناسب بالنسبة للبرامج الأخرى لقطاع الصحة، وما يمكن أن نتصوره كقاعدة عملية لتكفل بالأمراض العقلية. نحن نعتبره مرض كبقية الأمراض، ولذلك يتوجب على المنظومة الصحية أن تعامله كما تعامل أي مرض آخر. L'Algérie dispose d'une grosse expérience variée et riche. الجزائر تتمتع بتجربة ثرية ومتنوعة. منظمة الصحة العالمية تتشرف بمرافقتها لاعتماد دليل الأدوية الجنيسة الموضوع تحت تصرفها من جهة، وأيضا تفعيل مخطط العمل المعد، وخصوصا مساعدة البلد على توثيق هذه التجربة الكبيرة بهدف تزويد المعارف على المستوى العالمي من جهة، ومن جهة أخرى مساعدة الدول المتأخرة في هذا المجال، وذلك من أجل تسريع تفعيل توجيهات منظمة الصحة العالمية بصفة عامة لبلوغ التغطية الصحية العالمية في آفاق 2030 من خلال إدراج الصحة العقلية التي تعد ضرورية. La couverture santé universelle à l'horizon 2030 en intégrant la composante santé mentale qui est essentielle.